السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون. طبعا التصعيد في التوتر بين الجزائر والمغرب ما يخليش المواطن الجزائري يعني مكتوف الأيدي ولا لا مبالي بما يحدث. ما على بالوش بيه كما تبون ما على بالوش تبون ما سمعنا منه حتى غد. نقول المرادية روحوا تفهموا المنطق تاعو. المهم طبعا آلت البروباغندا تاع إعلام بودورو ولاد حرام سي نورمال بأزرو عصابة ولاد حرام حاكمة من أبواق تاع ولاد الحرام تعاود واش يقولوا لها سيادها باش تحاول تأثر على الرأي العام الجزائري. ولكن الرأي العام الجزائري اللي وقف في وجه عصابة ظالمة عصابة مجرمة ما تقدرش تكلخلو، لأنه الرأي العام الجزائري قبل كل شيء يقول لك واش تكلمت عن حراك يا نذل يا رخيص يا صحفي بودورو، ها؟ واش تكلمت على القمع؟ واش تكلمت على الرجال والنساء اللي داهم الحباس يا صحفي بودورو النتن المجرم منبطح العصابة؟ تقدرش تكلخلو. في أخ اللي بعث لي باش يعبر على رأي المواطن الجزائري اللي ما يتكلحش، يقول لي هذا رد على مافيا الجنرالات بعد ردهم على ممثل الدكتاتورية المغربية. يعني هذا ما هو لا مع المغرب ولا ينباطح العصابة. يعني لازم تكون تنباطح العصابة ولاد الحرام زعما بلي راك ضد المغرب. لا سيد، حطهم كيف كيف. واش يقول؟ يقول النظام الذي نظم 3 استحقاقات انتخابية دون منطقة القبائل أخطر على الوحدة الوطنية من نظام المخزن. أخطر على الوحدة الوطنية من نظام المخزن. ها هو الرد على الفحولة تاع الرجال. إذا أنت يا جاي تحب تلعبها قال نظام المخزن راه يمس في الوحدة الوطنية، ونزيد نقول لك أنا أنه نظام المخزن راه زود النار اللي مشعلها أنت. أنه التصريح، وقلتها ديجا البارح وقبل، التصريح اللي أدلى به ممثل المغرب في الأمم المتحدة هذا يخدم العصابة، خدم عصابة ولاد الحرام، خدم عصابة الحرام وعطاها نفس جديد باش يلعب زعما انه هاو الشعب يأيدو يمشي معاه، وطبقة سياسية تاع زوج دورو وتاع ازلام العصابة هاي تمشي معاه، وبدات دعوة تهجم، وكل هذا ضد الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اللي قاعد يناضل منذ عامين، ولما يتقمع هذا الشعب ما سمعناش صوت المغرب يأيد في الشعب الجزائري، ما سمعناش مبادرة واحدة من المغرب مدت الكلمة للسياسيين الجزائريين المقموعين أو للأحرار المنفيين ولا كلمة. جاء بعد يرد عليه يمثلو في النقطة اللي فتش عليها، النقطة اللي فتش عليها ها. ولكن يبقى أنه عصابة ولاد الحرام أخطر من نظام المخزن، هايدي أخطر بكثير. أنك تعمل استحقاق انتخابات رئاسية بدون مشاركة منطقة القبائل، استفتاء دستور بدون مشاركة منطقة القبائل، تعين لهم ممثلين في انتخابات تشريعية بدون مشاركة، هذا كله احتقار للمنطقة.
كله احتقار لمنطقة القبائل. على كل هذه منطقة القبائل راهم يحقروا فيها كيما يحقروا في الجنوب ويحقروا في الشمال. الشعب الجزائري كله عايش تحت طائرة الحقرة تاع ولاد الحرام، تاع ولاد الحرام وجبنا ولاد الحرام هذا جبنا. ربي قد الخير لبلادنا، ربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. صحافيها.